تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي وعرقلته المستمرة لإدخال المساعدات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل الزميل محمد عبد الصبور من مدينة رفح. محمد، بعد التحية، يعني انقل لنا الصورة لديك من أمام معبر رفح البري. نعم، تحياتي محمد، تحياتي لمشاهدي قناتي للأخبار في كل مكان. خليني أبدأ بالأحدث، وهو الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من غاراتها الجوية المكثفة والشديدة بطول خط الحدود. هذه غارة منذ قليل ربما ترى في الصورة هذا الغبار بجوار معبر رفح من الاتجاه الفلسطيني، وعلى طول الخط الحدودي هذه هي غارات جوية مكثفة بداية من المواصي مرورا بحي تل السلطان، تل الزعرب إلى منطقة وسط رفح، مرورا بمعبر رفح من الاتجاه الفلسطيني وأيضا في المناطق الشرقية. يزامن هذا، ربما تسمع هذه الأصوات أيضا معي، هو أصوات قصف مدفعي عنيف وقصف من الدبابات في الاتجاه الآخر من معبر رفح من الاتجاه الفلسطيني. وأسفرت هذه الغارات الجوية المكثفة عن استشهاد يعني البعض وإصابة وجرح البعض الآخر، بالإضافة إلى نسف مربعات سكنية بالكامل ونسف البنية التحتية ونسف للشوارع. وهذه الغارات وقع الأمر زادت حدتها منذ ربما دقائق بسيطة، كان هناك غارات متقطعة في الصباح، ولكن في هذه الأثناء تكثف يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها الجوية. ربما تسمع مع هذه الأصوات، أصوات قصف مدفعي وقصف من جانب الدبابات في الاتجاه الآخر من اتجاه رفح الفلسطيني، وأيضا غارات ربما تقترب من المعبر من الاتجاه الآخر من اتجاه فلسطين. على طول الخط الحدودي نسمع هذه الأصوات وهذه الغارات الجوية الكثيفة. هذا يأتي طبعا بالتزامن مع جهود مصرية مكثفة على الصعيد الإنساني، حيث لما يدخل صباح اليوم سوى أربع شاحنات للغاز فقط، ولم تدخل أي شاحنات للمساعدات الإنسانية. ربما هذا القصف العنيف وهذه العمليات العسكرية المتشابكة والمعقدة هي السبب في عدم يعني دخول المساعدات لقربها من معبر كرم أبو سالم العسكري، وتصاعد حدة هذه العمليات العسكرية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى إطلاق المسيرات الإسرائيلية لعدد من الصواريخ واستهداف مخيمات النازحين واستهداف المربعات السكنية. كل هذا يأتي طبعا وسط مقاومة عنيفة وشرسة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية التي تستهدف بقذائف الهون الثقيلة تجمعات الآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية في منطقة تل السلطان والحي السعودي وتل الزعرب بصفة مستمرة، في محاولة لعدم تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول هذه المخيمات ودخول هذه المناطق، لا سيما الحي السعودي ومنطقة تل السلطان. إذن المشهد هو عمليات عسكرية متصاعدة في هذه الأثناء والآن، وهذه هي أصوات دائما ما نسمعها، أصوات الدبابات وقذائف المدفعية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي من الاتجاه الفلسطيني، بالإضافة للغارات الجوية المكثفة. نعم محمد، هذا هو المشهد العسكري في رفح الفلسطينية، وأيضا الملف الإغاثي والإنساني من جانب جمهورية مصر العربية. محمد عبد الصبور مراسل النيل للأخبار، أشكرك شكرا جزيلا على نقل الصورة.